قال لك لاعب كرة القدم قبل المختير شو رونالدينيو هذا شنو هذا دافع اسيا ما ضيع راسه ما والو ما قوداتش له الريال مقودة كان احمر موهب في سبيل الله يا عمرك موهب في سبيل الله ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا كان عمري موهب. السلام عليكم. السلام عليكم. فيديو جديد من زروب فيديوهات محطوطين بيان سيغ ديال جوج كل نهار. مي هذا فيديو من زروب خصنا نهضروا على اش وقع البارح. سياسين حاضر معنا ديما مغرب سياسين البارح المغاربة في العالم دايرين ما بغاو حاكم يلاه زون ما شاء الله. يلا نهضروا واحد الطويرة نشوفوا اش وقع. أنا سيدي المغاربة يسيطرون على جميع الألقاب العالمية الغالية. البارح ما شاء الله المغاربة ديالنا ما نهضروش. حكيمي دا كأس فرنسا ضد ليون بيان سيغ مع البي اس جي. لازون لازم عيد الصوت. المهم شنا الصوت كما تشوفوا مرابط دا كأس الاتحاد مع اليونايتد ضد شكون مانشستر سيتي قطع عليهم الموطو. انا جاني مرابط غير ضيع راسه ملي مشى ما ضيع راسه ما والو ما قوداتش له لا بالعكس مزيان له ايه ما دابا دابا الانتقال ما ماشي بحال تاع بدا كلشي تيموت تيعاود تيحيا. لا الريال الريال مقوده لعقوبه الدياز ان شاء الله السبت الجاي نشوفوه حتى هو اخر ماتش تقريبا اي اخر ماتش صافي هو داك الفينال تشامبيونز ليغ ومن مورا اراليا ثاني نرجعوا للمنتخب نشوفوا دات فيفا بيان سيغ رانا الصيف والمنتخب اه ضروري المنتخبات ليتس جو. انا سيدي رحيمي بلبلها في العين البارح ما شاء الله ماركا شي جوج بيوتا وصيد بيلانتي وربحوا بخمسه واو واو واو. رحيمي البارح ما شاء الله دا احسن لاعب في سميتها في الشامبيونز ليغ نتاع اسيا كامله ودا احسن هداف في الشامبيونز ليغ كامله وبيان سيغ دا معاهم اللقب والبطوله. المهم اختا زوينه دابا نرجعوا لهذا الشيء كامل بونو بيان سيغ احتفل حتى هو بالدوري صافي سي كاين الدوري الله يجعل البركه ما داوش الكاس تراو عليهم العين اييه على الكاس يا صاحبي هو الكاس ديال سبيس بيتر الكاس ديال السعوديه ما داوش كاس السعوديه جاني بحال داو حتى الكاس السعودي. المهم ما ترى بس بونو دابا نرجعوا له هذا داك وقيله داك هذا فلت عليا تاع اليونان شكون هو شي واحد في اليونان حتى شي حاجه. المهم دابا نرجعو نهضرو على هذاك حتى هو بيان سيغ امين هدلي انت مع ماشي فرقه في اليونان البطوله وقيله. المهم دابا نرجعو له امين هدلي حتى هو ما شاء الله عليه خسر جوج ماتشات هذا العام هذا واحد مع اي واحد الركراكي واحد لا لا خسر مسكين جوج ماتش هذا اللعب واحد كيما قال ياسين واحد مع الركراكي واحد في الفينال ديال الدوري الاوروبي مع تشافي الونزو. كنا منين نقولوا خسر ماتش واحد هذا اللعب خسر هذاك الفينال. ناضي امين عدلي ان شاء الله حتى هو كاع المغاربه ان شاء الله يعطيو في المنتخب الماتشات ديال بدا الفريق بعدا راه تيتطور الحمد لله الحمد لله يكون خير ان شاء الله واخا هكاك تيكونوا ناضيين وكل شيء ولكن ما عرفتش علاش تيتجمعوا في المنتخب وتيحماقوا ماشي تيحماقوا هو ناضيين واعرين ولكن لا دابا حيتاش هما اللي فين يلعبوا في الدوريات اخرين ماشي بحال تاع افريقيا اللعب تاع افريقيا ماشي هما اللعب دابا ماشي على اللعب تاع افريقيا دابا هي انا جاني ان المنتخب ما عندهمش وقت كافي باش انهم يلعبوا بيناتهم مزيان يتفاهموا بيناتهم مزيان باقيين دابا بزاف تجمعوا ديال الابطال ما شاء الله وخاصهم شويه المفاهمه يعني خاصهم وقت كبر يلعبوا مع بعضياتهم هذه هي المشكله هادشي اللي بان ليا انا وخص هذوك تاع ما يتطلقوا دوك الهدافة ديالنا تطلقوا معنا رجليكم اوكي امين هاد لي تا هو الكاس كاس البطوله بيان سيغ تاع الالمان نكملوا شكون اللي باقي
آه السيباري تا هو شد تا شي يديره تا هو شي حاجه دوري الدوري تاع الدوري هذاك الدوري نتاع هولندا تا هو تا. بي اس في. اوكي ما شاء الله، انا واحد لقيت اخرى مزروبه تاني، انا مغاربه العالم ما شاء الله عليهم، كل شيء هز الكؤوس. باقي زياش كرسيني، باقي زياش مازال ما بطل ما عملته مازال ما، ولكن هما الاولين. باقي تقربوا باقي زياش حتى هو باقي، حتى هو نزيدو على هاد لا ليست هادي ان شاء الله. وشكون اللي باقي؟ باقي ما انتاش سميتو الكعبي، ما انتاش. المهم ما تربس ما تربس، تاع الدوري الاوروبي كان عامين هاد لي بغيت تاع، ولكن ما شداتش. رانا نسمعو ملي بينا ندوزو لبونو هو الاول، نسمعو الناس اش تيقول على بونو. انا سيدي اسمع لي، بونو اش كبونو اش داو نيفيل سبيكتاكولار، اس ان بورتيرو دي موتشيسيمو نيفيل، ذا بيست جول كيبر ان ذا وورلد كاب بونو. ذات واز ماي تيم ميت. انا على فيا بيست جول كيبر. اسمع ياسين الاخطبوط، فاش يعيطوا لي الاخطبوط علاش؟ اخطبوط تيجي تاك تاك تيجي الكره منين ما تيعيطوا لي في الساعه ديال اخطبوط بونو. انا دوزر بونو تا هو، ها هو الاحتفال غير تاعو. انا ما غادي فين هذيك، ما كاين لا باريس سان جيرمان لا قال لك هذا هي الموسم الاول ديالي مع الهلال، باقي جالس مع الهلال. والله ما راه لعب كاع هذا العام هذا، ماشي فرحان هذا الشيء، ما شاء الله صادق عليه. طيب لا مش زي مش زي بشي بشي زي في مش زي بشي مليار مش زي كيخلصوا مليار مش زي. اليوم انت تحقق بطولات مع الهلال في اول موسم لك. الحمد لله فموسم استثنائي، نشكر كاع الناس ديال الهلال على كاع داكشي اللي قدموه هذه السنه، نشكر الجماهير اللي تما ساندونا طوال السنه الحمد لله. الانتصارات في الهلال يعني مجموعة في مستوى كبير، يعني انسجام ما بين الطاقم التقني لاعبين مسيرين وجماهير الحمد لله. سؤال أخير، مستقبلك مع الهلال كيف؟ جالس في كلام أنه في أندية أوروبية طالبة. الحمد لله أنا يعني فرحان في نادي الهلال، وكنتمنى نزيد نعطي لنادي الهلال. ما غادي فين؟ سيد جالس المغاربة، المنتخب المغربي بالراية ديالو، المنتخب المغربي بالراية ديالو دعمه بدوري الأطراف. شفتيه؟ ما شفتيهش فينال ديال كأس إفريقيا من لعب مع نيجيريا وربحها ب6-2 في الدومي فينال. عاوتاني داروا لهم نفس البلان هذا مع الجزائر، مع الجزائر الملاكمة، راه دابا الجزائر كاينة حتى هي في الدومي فينال. هذاك حمل الأثقال، حمل الأثقال؟ اه كاينة شي مصارعة حتى هما عاودوا ينسحبوا ثاني. أيوة مسالية الراس. المهم الخريطة مع الناس اخو ما بيناش، المهم الخريطه راهي كبيره عندهم تما، راه كانوا بيلعبوا معاهم في الدومي في راس عا خسروا. خسرات مع غانا، يعني بيلعبوا في الفينال مع غانا، خسرات سير مع غانا. لا ما كانوا بيناش، ما كانوا بينسحبوا عاود ثاني كاع يوصلوا معاهم في الفينال ويسحبوا. المهم راه ما خسروا في الدومي في راس، دابا بيلعبوا مع غانا في الفينال. كاس افريقيا هذا من طوري الاطراف، ماشي راه الحمد لله المغاربه حاكمين الله زول الحمد لله بعدا في الكره. ندوزو لعند المرابط، هانا شوفوا معايا المرابط، عاد رجعوا شي لقطات خياليين ديال المرابط. هانا قال لك دار هالاند وفودن في جيبو سكت، فهم ان هذا الماتش معلم ماشي زعما دا مع اليونايتد ولا لا، راه هو اللي ربحهم في هذا الماتش هذا، مي ما كانش كي كان تخالف معاهم سفيان. دايرين هذا هو مرابط اللي شفناه في كاس العالم. انا ذاك فازيبو الكرباط